أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم. هذه ساعة جديدة من ساعات تغطيتنا المستمرة والممتدة مع حضراتكم على مدار ساعات اليوم لتطورات العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا والتي أطلقت في 24 من شهر فبراير الماضي. تفاعل كبير على الساحة الدولية على مستوى إحداث حلحلة في المسار التفاوضي بين روسيا وأوكرانيا بالرعاة الأوكرانيين والرعاة الدوليين كذلك الذين من شأن تحركاتهم أن تهدئ قليلا من وتيرة العمليات العسكرية التي لا تزال تدور بشأنها رحى المعارك في مدن أوكرانية مختلفة شرقا وجنوبا وشمالا عند تخوم العاصمة الأوكرانية كييف التي لا تزال مطوقة من جانب القوات الروسية على مدار أيام طويلة مضت، لكنها تواجه وعلى ما يبدو عثرات فيما يخص تقدمها صوب العاصمة الأوكرانية كييف. سنحاول أن نسلط الضوء في هذه التغطية على جديد التطورات وأحدث الاتصالات الجارية بشأن هذه الأزمة على مستوى المسارات السياسية الدبلوماسية الأممية الإنسانية وبالطبع التطورات الميدانية الجارية على الأرض. سأكون في هذه التغطية بصحبة الزميل همام مجاهد. أهلا بك أهلا بك أحمد وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه التغطية المستمرة على إكسترا نيوز لكل متعلقات لكل ما يتعلق بالأزمة الحديثة هناك في شرق أوروبا. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سوف نكون معكم على مدار هاتين الساعتين حتى الساعة 12 بمنتصف الليل بتوقيت القاهرة، ونحاول أن نركز حول ما يتعلق بالمسارات الثلاثة، المسار الميداني والعسكري وأيضا المسار الاقتصادي والمالي وخلافه وأيضا المسار الدبلوماسي والسياسي. نبدأ هذه الجولة مشاهدينا بالمسار السياسي والدبلوماسي وتحديدا هناك في نيويورك في الأمم المتحدة، حيث دعا رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وخلال اجتماع مجلس الأمن مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكد رئيس منظمة الأمن والتعاون أن الغرب لا يشكل تهديدا لموسكو وإنما سعى لتعزيز التعاون معها. قد أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أنها تؤكد أهمية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لافتة في الوقت ذاته لأن الأمم المتحدة تواصل دعمها الإنساني للشعب الأوكراني وفق تعبيرها. هذا وجدد المندوب الروسي لدى مجلس الأمن جدد رفض موسكو لتجزئة الأمن في أي محادثات. وخلال كلمته أمام مجلس الأمن أكد المندوب الروسي أن كييف لم تستمع لما تريده موسكو وتجاهلت اتفاقيات مينسك. في سياق متصل اتهم مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا أمام جلسة مجلس الأمن اتهم روسيا بارتكاب ما وصفها بجرائم الحرب في بلاده. وأشار المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة إلى عدم وجود مرتزقة أجانب يقاتلون مع قوات بلاده في هذا الوقت. من جانبه قال المندوب الصيني في مجلس الأمن تشانغ جون إن الأزمة في أوكرانيا تدفع إلى احترام مبدأ الحوار والتعاون في أكثر الأوقات صعوبة، موضحا أن الأمن مبدأ غير قابل للتجزئة وينبغي رفض الحرب الباردة القائمة على التكتلات. وأشار المندوب الصيني لأن موقف بكين من الأزمة الأوكرانية ثابت وهو احترام سيادة أراضي كل الدول واحترام المخاوف الأمنية لكل الدول، داعيا إلى فتح ممرات إنسانية دون عوائق لمواجهة ظهور أزمة إنسانية في أوكرانيا. على صعيد متصل أكد ممثل الإمارات في مجلس الأمن أن استمرار الأزمة في أوكرانيا بات يهدد الأمن الغذائي العالمي وفق تعبيره. هذا ورحب نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز رحب بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق في أوكرانيا، وأشار إلى تطلع بلاده للتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفا أن مقتل صحفي أمريكي في أوكرانيا دليل على أن روسيا تعمل على إسكات أي صوت يعارض أعمالها الدعائية. أما المندوبة البريطانية في مجلس الأمن باربرا وودورد قالت إن العدوان الروسي يمثل تهديدا لأمن واستقرار ملايين الأشخاص من يعتمدون على إمدادات الطاقة التي توقفت. أضافت المندوبة البريطانية أن العملية العسكرية الروسية تنتهك المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. هذا واتهم مندوب فرنسا في مجلس الأمن فرانسوا ديلاتسر اتهم روسيا بأنها تتجاهل تماما مبادئ منظمة الأمن، وأكد أن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لها تداعيات كارثية. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فبدوره قال إن المنظمة الأممية ستخصص نحو 40 مليون دولار إضافية لأشكال الدعم الإنساني في أوكرانيا. وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعلن غوتيريش أن الملايين في أوكرانيا باتوا مهددين بالمجاعة ونقص إمدادات المياه والأدوية، كما أعلن أن أسعار الحبوب ترتفع بشكل يهدد الأمن الغذائي. وفي المسار الإنساني أيضا أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية تجاوز 2,800,000 لاجئ،
وفي هذا الصدد وصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفت حالات النزوح من أوكرانيا بأنها عملية نزوح جماعي للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. جدد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن التزام بلاده بضمان قدرة الشعب الأوكراني على الدفاع عن نفسه بحسب تعبيره، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل التعاون الوثيق مع حلفائها وشركائها للتأكد من تحقيق ذلك. وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة التزمت بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا تتجاوز قيمتها مليارا و200 مليون دولار خلال العام المنقضي. ونبقى في الولايات المتحدة، حيث رأى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الهجمات الروسية الحالية في أوكرانيا تظهر أن بوتين أخطأ تقديراته، وأكد أنه على الرئيس الروسي اختيار الدبلوماسية لحل الأزمة في أوكرانيا. قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على شخصيات ورجال أعمال روس، من بينهم رجل الأعمال رومان أبراموفيتش، وذلك وفق ما أفاد به دبلوماسيون لوكالة الأنباء الفرنسية. سيضاف أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي اللندني لكرة القدم وغيره من الشخصيات إلى قائمة الأفراد الذين يمكن أن تصادر أصولهم في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اليخوت والمنازل الفخمة، ويحظر عليهم بالتالي دخول دول التكتل وفق الدبلوماسيين الذين تحدثوا لوكالة الأنباء الفرنسية. فيما يبدو أن حزمة ربيع أحمد من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في الأونة الأخيرة اتساقا وتنسيقا ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن قررت وزارة الخارجية السلوفاكية طرد 3 دبلوماسيين روس في أعقاب تقييمها معلومات قدمتها أجهزة الاستخبارات في البلاد. وأمهلت الوزارة الدبلوماسيين 72 ساعة لمغادرة البلاد، مشيرة إلى أن أنشطتهم تنتهك بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. كما حثت الوزارة السفارة الروسية على التأكد من أن أنشطة دبلوماسيها تتسق مع الاتفاقية، الأمر الذي يتعين على البلدين للالتزام به. أعلن مستشار الرئيس الأوكراني أن الجولة الرابعة من المحادثات بين بلاده وروسيا ستستأنف يوم الثلاثاء غدا بعد توقف تقني وفق تعبيره. أوضح أنه قد تم أخذ استراحة تقنية حتى الثلاثاء للسماح بعمل إضافي لمجموعات العمل الفرعية التي انبثقت عن هذه المفاوضات. انعقدت في العاصمة الإيطالية روما مباحثات أمريكية صينية حول الأزمة الأوكرانية في روما، حيث أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سليفن التقى مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جي تشي، وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين واشنطن وبكين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مدينتي ميليتوبول وخيرسون باتتا تحت السيطرة الكاملة، مضيفة أن قوات الجيش الروسي دمرت جميع نقاط إطلاق النار التي استخدمها المسلحون في ضواحي مدينة ماريوبول وقواتهم في المناطق السكنية. أعلنت الوزارة أيضا أن قواتها تقدمت لمسافة بلغت وفق وزارة الدفاع 14 كيلومترا في محيط كييف خلال يوم واحد. كما أعلنت الوزارة أن الجيش الروسي سيدمر المصانع العسكرية الأوكرانية ردا على قصف دونيتسك، مطالبا المدنيين بالابتعاد عنها. إذن هذه هي ثاني مدينة ربما أحمد تستولي عليها وتسيطر عليها قوات الروسية في الآونة الأخيرة بعد مدينة خرسون. نشير إلى أن ذلك أيضا يأتي وفقا لما تفيد به وزارة الدفاع الروسية، لأن الأمور بحسب الخبرات التي عهدناها على مدار الأيام الماضية ليس مقطوع بها، لأن ما تأكد وفق الروايتين أن المدينة الوحيدة التي تمت السيطرة عليها بالكامل هي مدينة خرسون. ما دون ذلك فأغلب الظن أو أغلب التقديرات تشير إلى عمليات قتالية لا تزال تدور إما في تخوم المدينة أو في قلبها دون أن تحكم قوات السيطرة عليها. صحيح. تمكنت نحو 160 سيارة من الخروج عبر ممر إنساني من مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية وقوات موالية لها، وذلك وفق ما أفاد مجلس المدينة البلدية. أفاد المجلس أيضا أن نظام وقف إطلاق النار قائم حاليا على طول الممر الإنساني، ومرت السيارات عبر بريديانسك وهي بلدة ساحلية أخرى تقع غربا وتوجهت نحو مدينة زاباروجيا في الشمال الغربي. وجاءت عملية الإجلاء الناجحة بعد محاولات فاشلة عدة منذ أن حاصرت القوات الروسية المدينة المطلة على بحر أزوف في وقت سابق من هذا الشهر. يوجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطابا عبر الإنترنت إلى الكونغرس الأمريكي من جديد يوم الأربعاء وفق ما أعلنته رئاستا مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين. قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونظيرها في مجلس الشيوخ تشاك تشامر في رسالة مشتركة إلى مجلس النواب إن المجلس يستهدف إيصال رسالة دعم إلى الشعب الأوكراني الذي وفق تعبيره يدافع بشجاعة عن الديمقراطية. أكدت الرسالة أن الكونغرس لا يزال ثابتا في التزامه حيال تقديم أشكال الدعم المختلفة لأوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بتسجيل الطائرات الأجنبية التي استأجرتها كممتلكاتها، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس للأنباء. وتسمح العقوبات التي فرضت بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لشركات التأجير حتى 28 من مارس لتحرير نفسها من الصفقات مع شركات الطيران الروسية. همام، على مستوى التداعيات والتأثيرات الاقتصادية، التأثير الأهم أو الأكبر أو الأكثر وضوحا والذي أتى بصيغة رسمية هذه المرة وليس وفق تقديرات خبراء كما يقولون، تصريح وزير المالية الروسي بالأمس لعلك تابعته، ويقول إن يد السلطات الروسية غلت عن التعامل مع نصف احتياطات النقد الأجنبي والذهب للمصرف المركزي الروسي بنحو 300 مليار دولار، وهذا له تداعيات بدأ الحديث عنها اليوم دوليا. رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس كان يقول حجم الديون الخارجية التي يتعين على روسيا الوفاء ببعض الالتزامات المرتبطة بها كبير للغاية، وعليها أن تقرر ما الذي ستفعله. صحيح، ذلك يتساقى ربما مع التوقعات الغربية بشأن هذه العقوبات الاقتصادية، وقالت حتى الرئيس بايدن قال أن هذه العقوبات سوف تؤثر بشكل مباشر سواء على الاحتياط النقدي لدى روسيا أو حتى على الاقتصاد الروسي بشكل كامل، وتحديدا الروبل. ذكر في مؤتمر صحفي قبل أيام أن قرابة 55% من قيمة الروبل تم فقدها وفقدت فقط منذ العقوبات الاقتصادية، وبالتالي يبدو أن هذا التصريح يأتي متسقا مع ما توقعه الغرب بشأن العقوبات الاقتصادية على روسيا، وإن كانت هذه العقوبات ربما انحازت إلى قطاعات معينة وابتعدت بشكل كبير عن قطاع النفط أو قطاع الطاقة الذي ربما تعول عليه روسيا كثيرا فيما يتعلق بوارداتها من العملة الأجنبية. عند الإعلان عن الموجة الثانية أو الحزمة الثانية من العقوبات، وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن قالت إن جزء من العقوبات المفروضة على روسيا ستجعل نصف احتياط النقد الأجنبي الذي تحوزه وتمتلكه روسيا في مخاطر، وتقريبا سيكون موضع تجميد. هذا ما قالته جانيت يالن بعد 3 أو 4 أيام من العملية العسكرية الروسية، بعدها بأسبوعين يقول وزير المالية تأكيدا صحيح لما قالته جانيت يالن بأنه بالفعل اليد الروسية غلت عن التعامل معها، ويطرح فرضية لا يعلم أيضا مدى منطقيتها على مستوى التداول الرسمي لها، بأن روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها للدائنين الأجانب على مستوى الديون الخارجية، لكنها قد تؤدي ذلك بالروبل، والأمر أيضا لا يبدو مفهوما، لأن هناك ديون لإيطاليا ولفرنسا والولايات المتحدة نفسها، ولا يبدو منطقيا من الناحية الاقتصادية من المنظور الاقتصادي، مع أن بعض الآراء الغربية تحديدا تقول أن السوق الصينية ربما تكون وجهة بالنسبة لروسيا، مع الأخذ في الاعتبار هذه التهديدات التي تأتي من الولايات المتحدة بشأن تعامل الصين تجاريا وعسكريا مع روسيا في الآونة الأخيرة. ربما إن هذا أول ما ينظر إليه في أي محاولة التصرف الروسي سينظر إلى الوعيد الأمريكي صحيح بأن الولايات المتحدة لن تسمح نصا لن تسمح لأي دولة بأن تشكل متنفسا. ولعلك تتذكر أحمد في الأولمبياد الشتوي الأخير الذي كان في بكين، الرئيس الروسي كان متواجد هناك وأعلن عن اتفاقيات تجارية اتفاقيات اقتصادية تتعلق أيضا بقطاع البترول وقطاع النفط وقطاع الطاقة بشكل عام من روسيا على مدى 20 عام فقط، وليس على المنظور المباشر أو المدى القصير والمتوسط، وبالتالي يمكن أن تكون الصين متنفسا، مع الأخذ في الاعتبار كما قلت التهديدات الغربية للصين بعدم الانجراف ربما إلى هذه المعضلة أو المشكلة الاقتصادية الروسية. وربما كان أيضا منذ قليل مؤتمر في البيت الأبيض في الولايات المتحدة وحذر الصين من مغبة الانخراط في هذه الأزمة اقتصاديا، وهو تهديد سبق أيضا بتهديد مماثل من جاك سوليفان وتهديد من قبله من ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ومناشدة إذا جاز التعبير من ليستروس وزيرة الخارجية البريطانية كانت في واشنطن وتقول نريد من الصين أن تعبر بأفعال لا أقوال وأن تترجم أقوالها لأفعال، واستحسنت وقتها السلوك الصيني الذي رفض التصويت في كل مشروعات القرارات التي كانت تستهدف إدانة روسية. لكن ما قد يبدو غريبا أو لافتا على الأقل أن الولايات المتحدة تتوعد كل الذين يقدمون على خطوة واحدة من شأنها أن تخفف من مستوى العقوبات، لكنها تترك للأوروبيين المجال في أن يساهموا في التعامل مع الروس عبر النقد الأجنبي. مصادر الطاقة الروسية التي تعتاش عليها أوروبا من الغاز والنفط والفحم حتى هذه اللحظة ليست مشمولة بأي عقوبات صحيح، وبالتالي قد يبدو الأمر غير مفهوم. اسمح لي أحمد، سأتحدث لاحقا عن ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي، لكن نذهب إلى الزميل محمد الزاوي مراسلنا من لفيف في أوكرانيا. أهلا بك محمد إلى هذه الجولة الإخبارية. دعني في البداية أتأكد مع يعني حول هذا الخبر الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية عن أنها قامت بالاستيلاء وبالسيطرة على مدينة ميلتوبول، هل هناك أي تأكيدات من الجانب الأوكراني؟ نعم همام، مساء الخير لك ولأحمد وللمشاهدين الكرام. هو فعليا أنه تقدمت القوات الروسية باتجاه ميليتوبل، وكانت في وقت سابق قد قامت حتى باختطاف رئيس البلدية هناك، كان هناك تنبيت أوكراني
توجهت أوكرانيا حتى للمنظمات الدولية بضرورة إدانة هذا الأمر وبأنه يخالف اتفاقيات جنيف. لكن كل ربما الأمور تتجه إلى التأكيد بأن القوات الروسية تتجه للسيطرة على منطقة ميليتوبولس. محمد، حتى الأمس أنت كنت تشير إلى أن هناك تفرقة ما بين دخول المدينة من جانب القوات الروسية وما بين إحكام السيطرة عليها، وضربت مثالا بالمدن التي تشكل المثلث الشمالي الغربي لكييف بأنها دخلتها القوات الروسية بالفعل، لكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال الحديث عن السيطرة لأن معارك الكر والفر لا تزال دائرة فيها. ميلتوبول هل تدخل في هذا الإطار أم أنها بالفعل على وشك إحكام السيطرة الروسية عليها بالكامل؟ هي فعليا تتجه نحو إحكام السيطرة لأنه الطريقة بدت معبدة لها انطلاقا من سيطرتها على خيرسون وهي من المدن القريبة في خيرسون وسيطرتها على الجهة الأخرى على بيرجانس، يعني هي واقعة في منتصف بين قوتين روسيتين بين بيرجانس وكذلك منطقة خيرسون، ولذلك يعني ممكن جدا أن يتم تأكيد السيطرة على ميليتوبول من قبل القوات الروسية خلال الساعات القادمة. هي قريبة من زاباروجيا ليس كذلك؟ نعم نعم. وبالتالي قد تتخذها القوات الروسية محطة للذهاب إلى مدينة زاباروجيا والسيطرة عليها. نعم، هو لو نلاحظ في الخريطة مثلا تنطلق الطريق من خيرسون يعني في اتجاه ميليتوبول. صحيح. ومن ميليتوبول تصاعديا تصعد الى زاباروجيا، يعني في طريقها الى زاباروجيا خاصه، وانا نعرف انه اصلا اقرب مسافه ربما الى ميليتوبول هي إنردادار، اين توجد محطه الطاقه النوويه التي سيطرت عليها القوات الروسيه. محمد، هل يربط بين هذه المعركه، هذه المدينه والشريط المطل على بحر أزوف الذي يبدأ من الجنوب من شبه جزيرة القرم ومدينة خيرسون وصولا إلى ماريوبول، هل هناك رابط بين هذه المعركة وبين السيطرة على هذا الشريط؟ طبعا لو نرى كيفية، تقريبا بحر أزوف بات تحت السيطرة الروسية بشكل كامل، فقط المدينة ربما الأكبر التي لم يستطع لحد الساعة الجانب الروسي السيطرة عليها والتي تطل على بحر أزوف هي ماريوبول. أما باقي المدن الرئيسية، يعني لو أخذنا مثلا المدن الصغيرة في مقاطعة خيرسون، دينيتشيسك وغيرها من المدن، دينيتشيسك هي واحدة من المدن الكبرى التابعة لمقاطعة خيرسون ولكنها تطل على بحر أزوف وكانت سيطرت عليها القوات الروسية. هناك أيضا منطقة بيرجانس، أيضا مدينة مطلة على البحر، على بحر أزوف، وقد سيطرت عليها القوات الروسية. الآن حتى ميليتوبول يعني فيها في ضواحيها هناك بعض المناطق التي تطل على البحر أزوف، ولذلك نرى بأن الخطورة الروسية تكمن أيضا في كل تقريبا المناطق التي تطل على بحر أزوف، وبذلك تشكل ربما الآن بحر أزوف أصبح فعليا تحت السيطرة الروسية مع ماريوبول. الذهاب إلى من خيرسون إلى ميكولايف كان جزءا من التكتيك الذي اتبع من جانب القوات الأوكرانية عندما سيطرت القوات الروسية على خيرسون ومعارك عسكرية تدور أو عمليات قصف متتالية تستهدف ميكولايف، هل من جديد بشأنها وهل تربط معركة ميكولايف بسلسلة المعارك التي تشير إليها؟ إضافة لما قاله فقط أحمد زميل محمد، هل ذلك له علاقة أيضا بحصار أوديسا؟ نعم، كأنه القوات الروسية اتخذت طريقين، يعني من جهة ذهبت إلى ميليتوبول ومنها تحاول الانتقال إلى الشرق والوسط الأوكراني عبر زاباروجيا. نعم. وهناك منطقة حتى مثلا إذا أخذنا مقاطعة دنيبر وهي المحاذية لمقاطعة زاباروجيا، هناك معارك تدور بضواحيها في مسقط رأس الرئيس الأوكراني زيلينسكي وهي مدينة كريبويروف، يعني هذه المدينة شهدت خلال الأيام الأخيرة أيضا معارك ومحاولة للسيطرة عليها من قبل القوات الروسية. الجهة الثانية هي جهة ميكولايف وهناك فعليا معارك قوية، بالإضافة إلى القصف الجوي الروسي الذي تركز خلال الأيام الأخيرة على هذه المدينة، يعني هناك محاولة لتعبيد الطريق
من خرسون إلى ميكولايف وربما بعدها إلى أوديسا. محمد أستأذنك، ستبقى معنا، سنتحول إلى فاصل قصير، لكنك بالطبع ستكون معنا لنستكمل معا الرصد الميداني لهذه التحركات العسكرية الجارية، سيكون لنا عودة بعد دقائق. أنا اتخذت قرارا بإجراء عملية خاصة. لدينا الأسلحة لحماية أنفسنا وحماية أراضينا. أولئك الذين لهم خبرة في مجال القتال العسكري، رجاء منكم أن تذهبوا إلى المراكز المخصصة لهذا الغرض بغية تعبئتكم. أنا أتوجه إلى العسكريين الأوكران لإلقاء السلاح والذهاب إلى البيوت والديار. مهما كان يشكل تهديدا بالنسبة لنا، فيجب عليهم أن يعرفوا أن الرد الروسي سوف يكون عاجلا. قد أوقفنا علاقاتنا الدبلوماسية مع روسيا، وأوكرانيا لن تتنازل عن حريتها. نحن مستعدون لأي سيناريوهات.
اهلا بحضراتكم مجددا مشاهدينا الاعزاء في هذه التغطيه المستمره على اكسترا نيوز لاخر تطورات العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا. لا زال معنا الزميل محمد الزاوي مراسلنا من لفيف. اهلا بك محمد مره اخرى. كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن وضع او الاهميه الاستراتيجيه لمدينه ميلتوبول التي اصبحت بقدر كبير تسيطر عليها القوات الروسيه، وربما كنت تسترسل في ان هذه هي مدينه استراتيجيه بالنسبه للاتجاه الشرقي وايضا الاتجاه الغربي. نعم. ناحيه اوديسا. محمد كان يشير الى المسارين، مسار يتجه نحو ميلتوبول ومسار اخر في اتجاه زابروجيا وما يتلوها. تفضل محمد. نعم، مثلما ذكرنا سابقا هناك المسارين للقوات الروسيه، المسار الاول يتجه نحو زاباروجيا، وهناك طبعا من خرسون يتجه الى ميكولايف. كما ذكرنا واجهت يعني قصفا جويا خلال اليوم الاخير، وهناك معارك دائره حولها. الهدف بالنسبه للقوات الروسيه طبعا هو السيطره على واحد من الموانئ المهمه الموجوده على البحر الاسود بمنطقه ميكولاي، وهي مدينه ذات اهميه استراتيجيه بالنسبه للجانب الاوكراني. محمد، المعارك التي تدور في منطقة قريبة على ما يبدو من هذه المنطقة أو من بعض مناطقها تحديدا في إقليم الدنباس، الانفصاليون في دونيتسك يقولون أن القصف اليوم من جانب القوات الأوكرانية كان استثنائيا وغير معهود وأفضى إلى قتل نحو أكثر من 45 قتيلا. لماذا يتركز القصف الأوكراني، أيا كان دقة المعلومات المرتبطة بعدد القتلى في دونيتسك، لماذا يتركز القصف الأوكراني على دونيتسك اليوم؟ طبعا يعني المنطقة في الدنباس تعيش هذه الأيام يعني معارك طاحنة، ويبدو أن المعركة الكبرى التي يريد أن يحسمها الجانب الروسي والانفصاليون هي معركة ماريوبول، لأن هذه المدينة الاستراتيجية يبدو أنه صحيح. الأنظار الآن كلها متجهة إليها. ربما يعني الجانب الأوكراني في بحثه عن محاولة يعني تخفيف الضغط عن ماريوبول، ربما يتجه الى مناطق اخرى تسعى ربما اوكرانيا الى تخفيف الضغط في الاساس على ماريوبول بالتوجه الى مناطق اكثر. هل يمكن محمد نفهم من هذه الضربه العسكريه الاوكرانيه على دونيتسك من ان الاستراتيجيه العسكريه لاوكرانيا تغيرت من الدفاع للهجوم؟ هو كان في حديث من مستشار بالرئاسة الأوكرانية قال بأنه خلال الأيام المقبلة سنبدأ في خطة هجومية، لكن هو لم يتحدث عن مناطق الدنباس بل تحدث عن ضواحي العاصمة الأوكرانية. أنت أشرت بالأمس معنا محمد إلى استهداف حتى بعض قوافل الإمدادات وخطوط نقل الوقود للقوافل والأرتال العسكرية في محيط إربين وبوتشي وغوستوميل كجزء من هذه الاستراتيجية التي تغيرت. نعم فعلا، هو ربما ما يؤخر تقدم القوات الروسية خاصة بغياب الدعم اللوجستي ربما من القوات المتتابعة التي تسعى إلى تكوين ربما خط دوري يربط بين الحدود البيلاروسية والعاصمة الأوكرانية كييف. وكانت يعني العديد من الفيديوهات التي نشرت يعني تبين مدى تركيز الجانب الروسي من خلال يعني أرطال من القوات التي كانت متجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف. طيب، بذكر العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بهذه العاصمة، الهجمات التي تأتي من الشمال والشمال الغربي، كيف هو وضع هذه المناطق حاليا؟ هل لا تزال حرب الشوارع تدور في ثلاث مناطق التي ذكرناها؟ نعم، للأسف قبل دقائق فقط نشرت وكالة انترفاكس أوكرانيا عن مقتل العديد من الأشخاص خلال عملية إجلاء المدنيين من هوستوميل، الأمر الذي يبين ربما الصعوبات أو الخطر الكامن في تلك المناطق. بدأ على نطاق واسع السلطات الأوكرانية تسعى لإجلاء مختلف المدنيين من القرى المجاورة أو البلدات المجاورة لبوتشي وكذلك لإربين، التي منعت السلطات هناك حتى الصحفيين من دخولها بالنظر إلى الأخطار والمعارك الدائرة هناك. يعني هذا في المثلث يبقى في الحقيقة هو من المخاطر الأساسية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وهناك يعني المعارك لم تتوقف،
التركيز الروسي على ضرب العاصمة لا زال مستمرا، يعني يوم أمس في ليلة أمس وصباح اليوم شهدنا قصف جوي روسي على مناطق في داخل الأحياء العاصمة. مثلا إذا تحدثنا عن حي أبلان، هو من الأحياء يعني الرئيسية في العاصمة الأوكرانية كييف، كان هناك قصف لأحد المباني من 9 طوابق، حديث عن قتيل أو قتيلين والكثير من الجرحى، باعتبار أن الأشخاص لم يكونوا متواجدين في تلك اللحظة. كان استهداف أيضا لمصنع أنطونوف للطائرات في العاصمة الأوكرانية كييف. كان أيضا سقوط صاروخ بأحد شوارع بحي كورينوفكا، هذا من الأحياء الوسطى في العاصمة الأوكرانية كييف، وأدى أيضا إلى مقتل العديد من الأشخاص. هذا القصف يتزامن مع المعارك الدائرة في يعني مثلث إربين وستوميل وكذلك بوتشا، والتعزيزات طبعا العسكرية الروسية من المناطق الأخرى. محمد، وفق أولويات العملية العسكرية الروسية في ضوء اقتراب حسم معركة ماريوبول، أو هكذا تقول أنت رغم أنك بالأمس كنت تقول أن الكيلومتر الواحد قابل لأن تتغير عملية التموضع فيه ما بين يوم وآخر، أو ربما حتى خلال بضعة ساعات في النهار الواحد، القوات الروسية ستضع أولوياتها في أن تحسم معركة العاصمة كييف في ضوء كل التعقيدات التي تعترض هذه العملية، ولا عملية التقدم التي جاءت عند الشريط الشرقي وصولا إلى الجنوب ستجعل أولوية حسم ماريوبول هي الأكثر رجوحا؟ طبعا وفق يعني ما يرى الخبراء العسكريون هنا والمسؤولون الأوكرانيون، بأن التركيز الروسي بات الآن على المدن الكبرى، لأنه لحد الساعة حتى العملية حتى سيطرت روسيا على خرسون لم تكن له ربما تلك القيمة المعنوية في نظر الروس من سيطرتهم على مدينة كبيرة مثلا مثل خاركوف أو العاصمة كييف أو حتى منطقة زاباروجيا التي لها يعني في التاريخ يعني اسم تاريخي مهم وتلعب دور استراتيجي في الداخل الأوكراني. لذلك هناك 3 محاور ربما كثفت عليها قصف روسيا، اولا العاصمة الأوكرانية كييف، ثانيا مدينة خاركوف، ثالثا تشيرنيهيف على الحدود مع بيلاروسيا، وكذلك زاباروجيا، واخيرا ماريوبول. تقريبا هذه الجهات التي تركز عليها القصف الروسي والمعارك تدور حولها بشكل كبير جدا. اذا اخذنا خاركوف وسومي فهي مناطق على الحدود الروسية بشكل تقريبي، تشيرنيهيف على الحدود البيلاروسية، وماريوبول تقع على حدود الدنباس وكذلك على الحدود الروسية. هنا القصف الروسي والمعارك تدور بشرس. طيب، يبدو أن هذه المناطق معظمها يتركز في الجنوب وأيضا يتركز في الشرق، وهناك عدد من المناطق في الشمال، لا سيما أيضا العاصمة الأوكرانية كييف في الوسط. بالأمس كانت هناك نقطة فارقة على ما يبدو عندما استهدفت القوات الروسية مدينة يافوريف، وهي واقعة على الحدود البولندية الروسية، لا تبعد حيث تتحدث محمد سوى 50 كيلومتر ربما، وتبعد أيضا عن الحدود البولندية 25 كيلومتر، وهي المرة الأولى التي يتم استهداف فيها موقع في العمق الغربي بالنسبة لأوكرانيا. هل تغير شيء في المدن الغربية؟ هل هناك تخوفات من استهدافات أخرى عسكرية أو مدنية في المدن الغربية أو الأقاليم الغربية لأوكرانيا بعد هذا الاستهداف؟ نعم، تغيرت ربما نسبة المخاوف التي تصاعدت بشكل كبير إثر هذه الضربة، رغم أنه بعض ممن يعني التقيتهم اليوم كانوا يقولون أن الأمر كان منتظرا بشكل كبير، يعني باعتبار ذلك المكان كان يضم قاعدة عسكرية ولم يكن ربما يعني لم يكن مستبعدا أن تقوم القوات الروسية بضرب هذا المكان. لكن مع اقتراب يعني القوات الروسية بهذا الشكل من حدود الدول الأوروبية لحدود الناتو، نعم من حدود الناتو وكذلك لمدن غرب البلاد، طبعا تصاعدت المخاوف بشكل كبير، ليس فقط هنا، هناك ضرب لمطار إيفانو فرانكيفس، وكذلك كانت غارة جوية استهدفت في مقاطعة ريفني أيضا
في الشمال الغربي للبرج البث التلفزيوني. كان هناك حديث اليوم عن سقوط نحو 9 قتلى، مما يدل على انه المعارف او الاستهدافات الروسيه الان توسعت بشكل كبير لتشمل ربما جميع المناطق الاوكرانيه. محمد، هو اذا ما كان الهدف الاستراتيجي او واحد من بين الاهداف الاستراتيجيه التي تستهدفها روسيا هو فصل اوكرانيا عن شريط بحري ازوف من ماريوبول الى خيرسون وشبه جزيره القرم، إذا ما تحقق هذا الهدف، ما الذي يعنيه هذا الأمر استراتيجيا على مستوى إدارة المعركة، وما الذي يمكن أن يمثله كذلك للسلطات الأوكرانية في تقدير الموقف من جانبها وكذلك في إدارة الملف التفاوضي، لأن هذا يعني مساحة تموضع أو مناطق تموضع مختلفة؟ طبعا الأهمية الروسية أو هذه المناطق لها أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه الآن إغلاق كل الوجه البحري لأوكرانيا المتمركز أصلا في هذه المنطقة بحر أزوف وكذلك البحر الأسود، وإذا ما سيطرت روسيا بشكل كامل على منطقة بحر أزوف فإن طريقها الآن يبدو متوجها من خيرسون نحو ميكولايف ومنها ربما إلى المعركة الحاسمة المنتظرة بالأساس في منطقة أوديسا. يعني الآن أوكرانيا ستبقى يعني بغير واجهة بحرية، وهذا خطر استراتيجي كبير جدا، يعني لذلك من أهمية طبعا. كيف تتحسب السلطات سياسيا في إدارة المسار التفاوضي وعسكريا على مستوى إدارة ما تبقى من معارك خاصة بهذا الجانب، وأنت أشرت إلى أنه إذا أحكمت روسيا سيطرتها على هذا الخط فهذا يعني أن أوكرانيا ستمسي دولة حبيسة لا واجهة بحرية لها؟ طبعا يرى الجانب الاوكراني ان صمود المناطق الكبرى وفي الاساس العاصمه الاوكرانيه كييف، كذلك صمود مدينه خاركيف وسومي وكذلك منطقه ماريوبول لحد الساعه يساهم ربما في عمليه الضغط على روسيا التي ربما تسعى الى السيطرة بشكل أو بآخر على تلك المناطق مثل ما تحدثنا سابقا. يعني نحن الآن بالنسبة للجانب الروسي له أهمية كبيرة جدا بأن يسيطر على الأقل على الوحدة المناطق ربما لاستخدامها في العملية التفاوضية، لكن ما دامت أوكرانيا تسيطر على هذه المناطق فربما فرصها في التفاوض وفي يعني كسب نقاط ضد روسيا يبقى قائما. كل هذه التموضوعات الميدانيه لها انعكاس واضح ومباشر على العمليه التفاوضيه والمسار التفاوضي، واليوم احمد كان هناك جوله رابعه من هذه المفاوضات، كانت التصريحات على الاقل التصريحات الاتيه والوارده من موسكو وكييف كانت يبدو انها ايجابيه لحد ما، او على الاقل نسبه بالجولات السابقه. انا همام ما كنت ارمي به من سؤال الاخير لمحمد، كيف يمكن للاوكرانيين ان يديروا معركتهم التفاوضيه لان التموضع على الارض فارق صحيح. ايضا في الذهاب الى طاوله المفاوضات بقدم اكثر رسوخا. هل هناك اي اخبار اي انباء خرجت من الجوله الرابعه من المفاوضات فيما يتعلق، علمنا منذ اللحظه الاولى لهذه المفاوضات ان مسارات انسانيه ربما كان يتم تناولها في الثلاث جولات السابقه، هل هناك اي مسارات اخرى تم التطرق اليها بخلاف المسار الانساني؟ نعم، كان الرئيس الاوكراني صرح خلال هذه المفاوضات بان من النقاط المهمه التي سيركز عليها الجانب الاوكراني هو الوصول الى اتفاق ربما لجلوس من الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي يعني وجها لوجه في اطار عمليه التفاوض. اليوم كان هناك انقطاع لهذه المفاوضات، ستواصل غدا الثلاثاء بهدف ربما مثلما صرح المسؤولون ترك عمل للوحدات الفرعيه التي ستدرس ربما بعض النقاط الخلافيه. يركز الجانب الاوكراني على قضيه وقف اطلاق النار بشكل يعني كامل، المسارات الانسانيه ربما هذين النقطتين لهما اهميه، اولا لحمايه المدنيين والنقطه الثانيه ربما لتخفيف العبء عن من خلال القصف الروسي على المناطق المهمه والتي بدات يعني تحدث فارقا من خلال تدمير البنيه التحتيه سواء العسكريه او المدنيه. محمد، اخيرا لعلك ستضعنا في فهم الفلسفه الاوكرانيه، ف
في الحرص من الرئيس فلاديمير زيلينسكي ومن قبل وزير الخارجية ديمترو كوليبا على زيادة وتيرة الضغط على الحلفاء في الناتو لإخضاع المجال الجوي لأوكرانيا لمنطقة حظر طيران، وهو مطلب أوروبيا مرفوض أمريكيا مرفوض، وبالتالي لماذا الحرص حتى هذه اللحظة؟ بالأمس فقط كان الرئيس الأوكراني يجدد طلبه في هذا الإطار، والموضوع ذهب مؤخرا أحمد إلى طلب من الولايات المتحدة ومن الغرب بشكل عام إرسال معدات حديثة حتى يمكن فرض هذا الحظر محليا بالنسبة لأوكرانيا. نعم، ربما الجانب الأوكراني يرى بأنه قد يقدم خدمة للأوروبيين والأمريكيين باعتبار أنه يصف الجيش الأوكراني بأنه هذا الحائط الذي يصد التوجه الروسي نحو المدن الأوروبية وحتى لا يكون خطرا على دول الناتو. ولذلك المسائل الأوكرانية رغم خيبة الأمل التي عبر عنها المسؤولين منذ الأيام الأولى لهذه الحرب، خيبة الأمل من حجم الدعم الذي لم يكن يرفع إلى مستوى الحلفاء في الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، لكن هذه النقطة بات يركز عليها الأوكرانيون، يريدون أن يدفعوا الأوروبيين ربما إلى أخيرا إلى التدخل بطريقة يعني ما في هذه الحرب، يعني لأنه يرون أن من مسؤولين يرون بأن على الجانب الأوروبي والجانب الأطلسي تحمل مسؤولياته أيضا في هذه الأزمة. وربما مثل ما يقال أنه رفع حد المطالب إلى من خلال غلق المجال الجوي، ربما هدفه الحصول على المطلب الأقل منه وهو الحصول على أسلحة دفاعية وطائرات وأنظمة مضادة للدبابات والصواريخ. محمد الزاوي مراسلنا من لفيف غربي أوكرانيا، أشكرك شكرا جزيلا على انضمامك إلينا، سيكون لنا عودة معك في الواحدة من بعد منتصف الليل بإذن الله، شكرا جزيلا. الآن مباشرة مشاهدينا الأعزاء أيضا ينضم إلينا هاتفيا الزميل حسين مشك مراسلنا من موسكو. حسين أهلا وسهلا بك إلى هذه الجولة والتغطية الإخبارية. دعني أبدأ معك بما بدأت به مع الزميل محمد الزاوي من لفيف، وهو السيطرة على مدينة ميلتوبول الاستراتيجية والمهمة الواقعة في الجنوب الأوكراني، ما هي التداعيات وأهمية الأهمية الاستراتيجية وأهمية هذا التموضع العسكري الروسي في هذه المدينة بالنسبة لموسكو؟ نعم، مساء الخير. اليوم القوات الروسية وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة الكاملة للقوات الروسية على مدينتي ميليتوبل وخيرسون. الأهمية الاستراتيجية لهذين المدينتين بأنهما هم في ماريوبل وهي على الحدود بمنطقة الدنباس، أي دونيتسك ولوغانسك، وهذا يعتبر أهمية كبيرة للقوات الروسية. مدينة كيرسون أهميتها وهي لأنها كانت مصدر للمياه العذبة لشبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى أنها مصدر لإنشاء السفن الأوكرانية. ايضا من صوت الجانب الاوكراني والقوات الاوكرانيه كانت تستخدم هذه المدينه في وضع الاسلحه في هذه المدينه لاستهداف القوات الروسيه. معظم القوات التي كانت تقاتل ضد الطرف الروسي حسب الوصف الروسي هنا بانها قوات مرتزقه تم جلبهم من خارج اوكرانيا لمساندة القوات الاوكرانيه بالقتال ضد القوات الروسيه. هؤلاء المرتزقه هم كانوا في مدينه ميليتوبل يستخدمون الاسلحه وسط المنازل، وايضا كانوا يمنعون المدنيين الخروج ويتخذون المدنيين كدروع بشريه. القوات الروسيه حسين الروسي والخبراء هنا تكون قد حققت هدفا اساسيا في القضاء او في الاستهداف المتوقف والمستمر الذي اكدته اليوم ايضا وزاره الدفاع الروسيه للمرتزقه الاجانب اليوم وبعد الاستهداف الاوكراني لاقليم دونيتسك. وزاره الدفاع الروسيه وعلى لسان الناطق ايغور كوناشينكو هو أكد بأن القوات الروسية ستعمل على استهداف المرتزقة، وهي تعلم جيدا أين يوجد هؤلاء المرتزقة وسيتم ملاحقتهم حتى
قبل كوناشينكا هو تعهد بالرد الروسي الحتمي على الاستهداف الاوكراني لاقليم دونيتسك، حيث وصف هذا الاستهداف بانه جريمه ضد الانسانيه. هنا وسائل الاعلام الروسيه اليوم وبعد خلاف كوناشينكوف ذكرت وسائل الاعلام بان كوناشينكوف اراد توصيل رساله عاليه اللهجه وشديده الحده، لان الجميع هنا وحسب البيانات التي تصدر عن وزاره الدفاع ومنذ بدء العمليه العسكريه فان اللواء كوناشينكوف هو فقط يتلو بيان عن المستجدات واخر التطورات العسكريه لوزاره الدفاع. اما اليوم وفي بيانه الاخير اي بيان الذي وصف فيه هذه الاستهداف الاوكراني بانه جريمه ضد الانسانيه، هو كان حاد في كلامه، اراد توجيه عده مسائل، هذا حسب ما ذكرته الاعلام الروسيه. هنا اليوم وبعد انتهاء اللقاء بين الطرفين الروسي والاوكراني على عبر تقنيه الفيديو والتي من المفترض ان يستأنف يوم غد، المصدر الروسي او الطرف الروسي هو فقط اكتفى بمعلومات عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، حيث اكد بانه تم الاتفاق بين الطرفين الروسي والاوكراني على انشاء ممرات امنه، ما يعني زيادة عدد الممرات الآمنة. الطرف الروسي قدم حوالي 10 ممرات لكن الجانب الأوكراني لم يوافق على كل حسين بمناسبة الحديث عن الممرات الآمنة أو عن الأبعاد الإنسانية في المناطق التي أتمت روسيا سيطرتها عليها في عمق أوكرانيا، بالأمس كان عمدة مدينة خيرسون يتحدث عن أزمات مرتبطة بنفاد المؤن الغذائية ونفاد بعض الأدوية التي قد تكون من بين المواد الأساسية لحفظ حياة المواطنين. كيف ستدير روسيا هذا الملف بالتواصل مع الحكومة المركزية في كييف أو باستجلاب المدد في هذه النواقص من الجانب الروسي؟ كيف ستتعامل مثلا مع ماريوبول التي إن تمكنت من السيطرة عليها فهي تعاني أصلا على مستوى الممرات الإنسانية وعلى مستوى المؤن اللازمة؟ بالنسبة لمدينة ماريوبول، القوات الروسية هنا هي تقول بأن السيطرة على هذه المدينة هي باتت شبه محسومة في الساعات المقبلة أو الأيام القليلة المقبلة، لربما وزارة الدفاع تعلن عن سيطرة كاملة روسية على هذه المدينة. اليوم وزارة الخارجية الروسية أكدت بسيطرة روسية على كافة الأوضاع في أوكرانيا. تحديدا وبالنسبة إلى الإطار الإنساني، وزارة الدفاع وبالتعاون مع وزارة الطوارئ الروسية هي تقدم مساعدات غذائية ومساعدات صحية لكافة المدنيين الذين يتم إجلاؤهم من المناطق الأوكرانية نحو المناطق الروسية. من يعلم هنا ومن يقرأ في التاريخ الروسي ومن حتى ليس من زمن بعيد في العام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية، وأيضا عن التدخلات الروسية خارج الدولة الروسية خارج الحدود الروسية وفي جورجيا تحديدا، روسيا هنا دائما القيادة الروسية هي تكون خلف رأي شعب الدولة التي تتدخل فيها. فما يعني ما أريد أن أصفه بأن روسيا والقوات الروسية في مدينة ماريوبول هي ستكون خلف قرارات. هناك نموذج قائم في خيرسون حسين، ما الذي يحدث وفق التقديرات الرسمية الصادرة؟ كيف تدار الملفات الحياتية الخاصة بحياة المواطنين في مدينة خيرسون مثلا وقد أتمت روسيا سيطرتها عليها في وقت يقول فيه عمدة المدينة أن هناك مشكلة حقيقية في غياب المواد الأساسية للمواطنين؟ نعم، هذا ايضا ما اعلنته وزاره الدفاع الروسيه بان هناك مشاكل انسانيه في نقص المواد الغذائيه في جميع المدن الاوكرانيه وليس فقط في مدينه خيرسون، لكن حسب الاعلانات الرسميه وحسب ما تنشره وسائل الاعلام الروسيه هنا، وزاره الطوارئ الروسيه هي تقوم كل يوم وعلى مدار الساعه حسب الفيديوهات والبيانات الرسميه هي تقوم بتقديم المساعدات، وهذه المساعدات كبيره جدا، اعدادها كبيره جدا كثيره جدا، مساعدات في الاطنان. وزاره الطوارئ الروسيه هي تقدم لسكان مدينه خيرسون، مدينه ميليتوبل، مدينه ماريوبل، مدينه مرنباخا، وزاره الطوارئ حتى قدمت مساعدات الى سكان مدينه خاركوف وكييف. هنا وزاره الطوارئ وبامر وتنفيذ من الرئيس فلاديمير بوتين هي تقدم مساعدات غذائيه ومساعدات صحيه.
لا احد يستطيع ان يؤكد 100% بان القوات الروسيه هي سوف تضمن تقديم المساعدات الى في 3 أو 4 مدن من التي ذكرتها فقط. يوجد على الاقل 1,000,000 مواطن اوكراني او 1,000,000 انسان يسكن في هذه المناطق، وبالتالي الإدارة الروسية ربما تعاني، التي هي أصلا تعاني اقتصاديا في الداخل، فما بالك بالذهاب وبهذه المؤنة التي يجب أن يعني تمد بها هذه المدن في الخارج وفي داخل الحدود الأوكرانية. بالحديث أيضا عن الاقتصاد، يعني هناك ربما تصريحات صدرت من موسكو مؤخرا حول الضغط الذي يمارس من قبل الدول الغربية، من قبل الولايات المتحدة على الاقتصاد الروسي. كيف تتعامل موسكو مع هذه الضغوطات في ظل هذا العجز على الأقل على مستوى التصريحات التي تأتي من موسكو فيما يتعلق بالعملة الأجنبية، فيما يتعلق بالاحتياط النقدي؟ نعم، بالنسبة للعقوبات الغربية، روسيا مرارا وتكرارا وعلى لسان جميع الوزراء والمصادر الرسميه في روسيا، هم اكدوا جميعهم بان موسكو سترد بالمثل على هذه العقوبات. اليوم الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوم تاميم الطائرات الاجنبيه التي استاجرتها الشركات الروسيه هنا. ايضا في المقابل، الحكومه الروسيه وبالتعاون مع المصرف المركزي الروسي اتخذت عده اجراءات اقتصاديه. كنت في رسائل سابقة ذكرت هذه الإجراءات. من جهته أيضا دمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين اليوم أكد بأن روسيا وبتزامنا مع الإجراءات الاقتصادية للحكومة فإن روسيا سوف تتغلب على هذه العقوبات في المدى القصير. هنا يعني حسين، حتى يكون الحديث أكثر عملية، المصرف المركزي الروسي هو أول المستهدفين من هذه العقوبات وأول المعانين منها، لأن يده غلت عن نصف احتياطات يملكها البنك المركزي بنحو 300 مليار دولار. هناك السؤال الذي طرح اليوم ويطرح داخل روسيا وفي المؤسسات الدولية، كيف ستتعامل روسيا لو عجزت عن سداد ديونها تكرارا لما جرى في عام 98 مثلا؟ في العام 98، نعم، اليوم هنا حديث اقتصادي في روسيا. روسيا والحكومة الروسية هي أكدت بأنها سوف تسد ديونها بالعملة الروسية الروبل للدول الغير حليفة لروسيا، أي للدول الغربية ودول الاتحاد الأوروبي. هنا حسب الخبراء الاقتصاديون فإن المبلغ المحجوز أو النقد لدى المصرف المركزي الروسي المحجوز في لدى الغرب، فمن الممكن روسيا أن تسمح بصرفه مقابل تسديد الديون. هذا وجهة نظر أو نظرية اقتصادية من أحد الخبراء. إذن هي عقوبات مضادة ربما تفرضها روسيا ردا على العقوبات الاقتصادية التي تأتي من الاتحاد الأوروبي. لكن حسين، هو التقدير الروسي يذهب مثلا إلى أن بعض مستحقات الديون لدى الدول الدائنة والجانب الأكبر منها دول أوروبية فضلا عن الولايات المتحدة، يمكن لهذه الدول أن تقبل جزءا من مديونياتها المستحقة بالعملة المحلية الروسية؟ هل التقدير الروسي يذهب إلى مقبولية هذا الطرح؟ نعم، هنا الجانب الروسي يقول بأن في حال أرادت هذه الدول تزيد أن روسيا تسدد لها ديونها، فعلى هذه الدول أن تفتح بنوك أو مصارف لها في روسيا، لأن روسيا عندما أخرجت من نظام سويفت فهناك مشكلة، لا يمكنها أن تسدد الديون بالعملة الروسية عملة الروبل إلى الدول الأجنبية. فعلى هذه الدول في حال أرادت أن تقصد ديونها أو أن تفقد ديونها فعليها أن تفتح بنوك هنا في روسيا. للحقيقة هناك صعوبة في فهم ما هي الأدوار وما الوسائل التي من الممكن أن تتخذها الحكومة الروسية بخصوص الدين أو وتسديد الديون. لغاية الآن لم يصدر أي معلومات رسمية من الحكومة الروسية ولا حتى من المصرف المركزي الروسي. يوجد فقط نظريات من المراقبين الاقتصاديون ومن الصحفيون، هم فقط كل مراقب يعتمد على نظرية ويتكلم بها. لكن لا رد رسمي أو تعامل رسمي حتى هذه اللحظة بشأن هذه الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها موسكو خصوصا ديونها الخارجية. على حال الزميل حسين مشيك مراسلنا من موسكو، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى وجودك معنا في هذه التغطية. هذه إذن كانت القراءة في أوكرانيا وفي روسيا. ماذا عن الولايات المتحدة من واشنطن؟ سيكون معنا من هناك
كريم يسري كالمعتاد. كريم، هل تتعامل الولايات المتحدة مع منطق أن خياراتها على مستوى العقوبات الاقتصادية بدأت تؤتي أكلها التي كانت تستهدفها فيما يخص الإيلام للاقتصاد الروسي؟ بالفعل أحمد، جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض ذكرت اليوم أن الاقتصاد الروسي في كارثة، وأن هناك حالة انهيار ستشهدها الساحة الاقتصادية في روسيا، وسيعاني منها المجتمع الروسي ليس فقط على المنحة قصير الأجل، ولكن أيضا على المستوى يعني لسنوات سيعاني الاقتصاد الروسي بسبب القرارات التي اتخذت من جانب الرئيس فلاديمير بوتين المتعلقة بعمليات عسكرية في العمق الأوكراني. أود أن أتحدث معك أنت وهمام عن أهم التصريحات التي جاءت من المؤتمرات الصحفية الثلاث اليوم عن البيت الأبيض وعن الخارجية الأمريكية أيضا عن البنتاغون الأمريكي. نبدأها يعني البيت الأبيض والسيدة جين ساكي والبيان الذي أرسله البيت الأبيض متضمنا تفاصيل المتعلقة بلقاء مستشار الأمن القومي جاك سوليفان مع يعني السيد يانغ جيتشي وهو عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في روما. هذا اللقاء استمر 7 ساعات بالتأكيد، تم مناقشة خلاله بشكل مباشر كيفية يعني إبعاد الصين بشكل كبير عن روسيا خلال الفترة الحالية، خاصة بعد التقارير التي خرجت عن صحيفة Financial Times التي ذكرت بأن روسيا طلبت مساعدات عسكرية من الجانب الصيني، وهو ما نفاه وزير الخارجية الصيني أمس. بشكل كبير الولايات المتحدة تحاول خلال تلك الفترة تجديد أو تحييد الصين تحديدا عن هذا الصراع. والسيدة جين ساكي ذكرت اليوم أنه يجب ألا تحاول الصين إخراج روسيا من المستنقع. في مقابل ماذا كريم؟ يعني لا يفترض أن تضحي الصين لا بشراكتها ولا بالعلاقة الاستراتيجية ولا بحجم المغانم التي يمكن أن تغتنمها من وراء هذه العلاقة، ولا يبدو كذلك أن جاك سوليفان سمع ما يريد من مسؤول الحزب الشيوعي الصيني، لأن طول مدة اللقاء بهذا الشكل حدة التصريحات التي أتت من بعده من جاك سوليفان ومن مسؤولي الإدارة الأمريكية تقول بأن الصين يعني ليست لينة بهذا القدر الذي كانت تتصوره واشنطن. وهددت ربما أحمد عندما تقول أو قال البيت الأبيض أن هناك عدة بدائل أو عدة أمور يمكن اتخاذها ضد الصين إذا ما ظهرت أي دلائل عن مساعدة الصين عسكريا أو اقتصاديا لروسيا. في مقابل ماذا يمكن أن تطلب الولايات المتحدة من الصين هذا؟ أعتقد همام أنت وأحمد بأن بالتأكيد ملف الصين يشغل بال الإدارة الأمريكية الحالية بشكل كبير، لأن العقوبات التي فرضت على روسيا عقوبات قاسية للغاية ولا منفذ منها إلا بالاستعانة بالصين، حتى وإن كانت الصين لن يعني تعوض بالتأكيد الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي، حتى لأن الجانب الأوروبي لم يفرض عقوبات على قطاع الطاقة لمصلحته وليس لمصلحة روسيا، ولكن إذ ما حدث ذلك بالتأكيد ستعاني روسيا بشكل أكبر، وبالتالي الصين هي المنفذ الوحيد بجانب بالتأكيد عدة دول أخرى مثل الهند ومثل باكستان الذين أيضا يحظيان بضغط من الإدارة الأمريكية الحالية من أجل عدم مساندة روسيا. نتحدث عن أن جين ساكي ذكرت اليوم بأن تم توجيه رسالة مباشرة إلى الصين، مجموعة الدول السبع تمتلك 50% من الاقتصاد العالمي مقابل 15% فقط من الاقتصاد الروسي أو من الجانب الروسي، وبالتالي المقارنة هنا هي رسالة واضحة للغاية، هي يعني في مضمونها هو تهديد للجانب الصيني إذ ما يعني تم دعم الجانب الروسي على المنحة الاقتصادية أيضا كريم على المنحة العسكرية. ما تتحدث بشأنه وما يتحدث بشأنه أيضا المسؤولين الأمريكيين يتسق مع ما تذكره وسائل الإعلام الأمريكية التي تتوقع مساعدة قوية من الجانب الصيني للجانب الروسي. على سبيل المثال نيويورك تايمز أحصت 38 لقاء جمعت بين الرئيس الصيني ورئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أن تولي منصبهما في روسيا وفي الصين، وبالتالي يمكن توقع مساعدة عسكرية دائمة لما فيه كما قال أحمد منفعة للصين وأيضا منفعة لروسيا. ما الذي يجبر الصين أن تتخلى عن هذه المنفعة، أن تترك هذه المنفعة والمكاسب الاقتصادية والسياسية، المكاسب التي تتعلق بالنفوذ الصيني ربما في هذه المنطقة لصالح أمريكا؟ يعني التهديد المباشر للصين في هذا الأمر همام
هو فكرة المكاسب الاقتصادية. الصين تجارة كبيرة الحجم للغاية في الدول الأوروبية تخشى على سمعتها، وبالتأكيد أيضا الجانب الصيني له تجارة ضخمة في الولايات المتحدة، ونعلم بأن الأمر ليس مقتصرا فقط على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر ممتد إلى كندا، إلى اليابان، إلى يعني دول أخرى تحاول الولايات المتحدة إدخالها إلى هذا التحالف بشكل مباشر مع حلم شمال الأطلسي. وبالتالي بشكل كبير همام هناك تهديد واضح للصين الآن من مسانداتها لروسيا. أعتقد بشكل كبير أن حتى الآن الصين على الحياد في هذا الصراع. الصين دائما ما تخرج يعني تعلق بأن يعني حتى وزير الخارجية الصيني أمس ذكر بأنه يجب على الجانبين، يجب على جانبان روسيا وأوكرانيا الاعتماد على الدبلوماسية وتفعيل لغة الحوار لوقف للوصول إلى وقف إطلاق النار. وبالتالي بشكل كبير حتى الآن ما زالت الصين غير متوجهة بشكل مباشر. إذن فيما يبدو أحمد حتى التهديدات بفرض عقوبات على الصين على الشركات الصينية هو المانع والذي يحول دون مساعدة مباشرة من الصين. لكن كريم كنت أتحدث أنا وهمام قبل نحو ساعة تقريبا عن أن الولايات المتحدة يعني تتعامل بغلظة وبحدة شديدة مع كم العقوبات وحدة ومستوى العقوبات المفروضة على روسيا هذه المرة، لكنها تغض الطرف وبشكل واضح عن عائدات بيع النفط ومصادر الطاقة الروسية المختلفة إلى دول أوروبا حليفة الولايات المتحدة في حلف الناتو، وهو يشكل عائدات ممتازة أو العائدات الأكبر بالنسبة للاقتصاد الروسي. حتى هذه اللحظة خطوط الغاز تعمل عبر الممر الأوكراني بنفسه. بالتأكيد يعني أنا ذكرت لهمام بأن بشكل كبير حتى الآن الجانب الأوروبي لم يتخذ أي عقوبات على قطاع النفط الروسي لصالحه وليس لصالح الجانب الروسي، لأن أوروبا تعتمد على أكثر من 40% من يعني احتياجاتها من الطاقة من روسيا بشكل مباشر. لكن المعيار الأمريكي في هذه النقطة كريم ليس واحدا، يعني التهديد والوعيد بأن كل من يشكل منفذا واحدا للاقتصاد الروسي حتى يستشعر قدر من التنفس على خلفية هذه العقوبات لن يكون مستثنى هو نفسه من العقوبات، بينما يترك المجال للدول الأوروبية بأن تتعامل كيفما تشاء في هذا القطاع. الأمر في ازدواجية أحمد يقصد. دعنا نراجع ما ذكره بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن في آخر خطاباته التي أعلن فيها عن عقوبات جديدة على نخبة مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين من الأغنياء، وأيضا قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا. ذكر بأنه وقبل ذلك أيضا يعني حينما تم قطع فكرة الواردات النفطية من روسيا، أعتقد أنها كانت في الخطاب حالة الاتحاد في الكونغرس الأمريكي، ذكر الرئيس جو بايدن بشكل مباشر بأنه يعلم بأن الحلفاء الأوروبيين غير قادرين على اتخاذ مثل هذه القرارات، ولذا كان يجب علينا نحن أن نبادر بها أولا. وبشكل كبير هذه رسالة واضحة أنه تجرى مفاوضات متعلقة بإيجاد بديل عن النفط الروسي أو الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية وإلى الدول الأوروبية، لذلك تجرى مفاوضات يومية. اليوم جين ساكي علقت سئلت ما آخر تطورات الأوضاع مع فنزويلا، خاصة بعد التقارير التي خرجت عن وجود وفد من البيت الأبيض زار فنزويلا وتحدث مع الرئيس نيكولاس مادورو، وأيضا تم الإفراج عن 2 من السجناء الأمريكيين المتواجدين في السجون الفنزويلية منذ عدة سنوات. ذكر بأنه لا نقاش حتى الآن في فكرة استيراد نفط من جانب فنزويلا. أعتقد بشكل كبير أن المفاوضات ما زالت قائمة وأنه لم يتم البت بشكل مباشر في هذا الملف. وبالتالي أيضا بايدن اليوم أعرف أن أسعار الطاقة لن تنتهي ارتفاعاتها بعد، وأنها يعني ستظل ترتفع بسبب، لكنه استدرك بعد ذلك وقال أنه يعمل على تدارك ذلك. ما هي الخيارات؟ وقال سابقا أنه وحلفائه سوف يطرحون 60 مليار برميل من النفط، لكن حتى هذه اللحظة لا أدري إذا كان تم ذلك فعليا عمليا على الأرض أم لا، لكن أسعار النفط في ارتفاع. على الأقل اليوم سجل النفط أو برميل النفط 106 دولارات، 10 دولارات أعلى من المستوى الذي كان عليه قبل هذه الحرب، كان فيما يبدو 96 أو 96 دولار فقط. ما هي الآليات ربما البديلة التي يمكن أن تجهزها الإدارة الأمريكية؟ بالفعل يعني الإفراج عن 60 مليون برميلا من الاحتياط الاستراتيجي الخاص من الولايات المتحدة، وأيضا المفوضية الأوروبية 30 مليون برميلا من الجانب الأمريكي و30 مليون من الجانب الأوروبي. بايدن تحدث عن أن هذه أحد الآليات والأدوات التي
سيتم استخدامها خلال الفترة الحالية بمحاولة استقرار الأسعار. وإذ ما قررنا أمام أسعار النفط نجد أنها تدريجيا على مدار الأيام الماضية أنها تنخفض ولا ترتفع، يعني منذ أربعة أيام أسعار النفط لمست حاجز 140 دولارا لخام برنت، نتحدث الآن عن أنها لا تتجاوز 110 دولارات، وبالتالي هناك انخفاض نوعا ما قد يبدو بأنه بشكل مباشر بسبب التصريحات والمفاوضات التي تجرى بين الجانب الأمريكي وأعضاء والدول الأعضاء في أوبك بلس لزيادة إنتاجيتهم من النفط وبالتالي استقرار الأسعار. أحد الأدوات الأخرى التي تعتمد عليها أمام بشكل مباشر هو ملفين تحديدا، ملفين تعتمد عليهما الولايات المتحدة، الملف المتعلق بفنزويلا لأنها واحدة من أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات استراتيجية من النفط، الملف الآخر هو الوصول لحل في الاتفاق النووي الإيراني الذي ربما الإدارة الأمريكية الحالية تتلقى بعض النقد من الصحافة الأمريكية وأيضا من الجمهورين الأمريكيين بأن كيف يمكن لروسيا أن تشارك في تلك المفاوضات بعد ما حدث في أوكرانيا، لأن نعلم تأكيد أن روسيا أحد أهم صحيح. العناصر ولا يمكن استبدالها روسيا على الأقل بشكل مؤقت بالنسبة لهذا الاتفاق، هذا المسار ربما يبتعد قليلا. إذن الخيار الذي تتحدث عنه وتحدث عنه الإدارة الأمريكية هو بشأن فنزويلا بالتأكيد، يعني هذا الخيار المتعلق ب الاتفاق النووي او يعني ازاله روسيا من الاتفاق النووي لم تحدث عنه حتى الان، لم تحدث عنه البيت الابيض او السيده جين ساكي المتحدثه باسم البيت الابيض، وذكرت باننا ما زلنا نتفاوض في هذا الشان مع الحلفاء الاوروبيين وايضا بمشاركه الجانب الروسي في فيينا في تلك المفاوضات بشكل مباشر، واننا في المراحل الاخيره من الوصول لاتفاق طيب كريم في الاطراف في مساله تخفيف كبير. بعض العقوبات المفروضه على نيكولاس مادورو او على الحكومه الفنزويليه فيما يخص توريدات النفط، هل المستهدف من جانب الولايات المتحده في هذا المسار التفاوضي ان تسد فجوه الاستهلاك داخل الولايات المتحده ام يترك المجال بشكل اكثر سعه لان يتداول النفط الفنزويلي في الاسواق العالميه؟ وثم تفارق ما بين الاليتين، وجون ساكي سئلت اعتقد قبل يومين عن المستهدف من وراء المفاوضات الامريكيه الفنزويليه. لم تجاوب بشكل مباشر نعم. عن اهداف الاداره الامريكيه الحاليه في تلك المفاوضات، ولكن اعتقد بشكل كبير احمد الناس تكون على مرحلتين، اولا يعني تعويض النفط الروسي اللي هو مقدار ليس بالكثير بالمناسبه من الاحتياجات النفطيه الامريكيه او احتياجات الولايات المتحده من الطاقه، وبعد ذلك هو الهدف الرئيسي منه اعتقد بشكل مباشر هو ايجاد بديل لاوروبا، ايجاد بديل للدول الاوروبيه التي تعتمد على النفط والغاز الروسيين، وبالتالي هذا هو الهدف الاساسي. اتحدث معك الان عن زيارة هامة للغاية يجريها لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي للقارة الأوروبية وتحديدا بلجيكا وسلوفاكيا وبلغاريا، من المفترض غدا أن تبدأ تلك الزيارة لوزير الدفاع الأمريكي، وهو اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي نعم. أعتقد بشكل كبير أحمد سيتم مناقشة العمليات العسكرية والاستهداف طيب. الذي تم على قاعدة ياهوريف في الجانب الغربي من أوكرانيا، لأن تلك القاعدة هي واحدة من أهم المناطق التي كانت تتدفق منها المساعدات العسكرية من بولندا وحتى الجانب الخاص بأوكرانيا. لكن البنتاغون كريم قال اليوم إن لدينا ممرات ومسارات عدة يمكن من خلالها أن نقدم الدعم العسكري لأوكرانيا، ليس من بينها منشأة أو معسكر يبري. وقال بشكل واضح أن هذه الضربات لن تثني الولايات المتحدة عن إمداد أوكرانيا بمزيد من المعدات العسكرية والتسليحية. سنطرق إلى هذه النقطة فيما يتعلق بهذه المعدات، لكن أعود قليلا إلى ما يتعلق بالزيارات الرسمية. وزير الدفاع سوف يذهب إلى أوروبا، هناك أنباء تتحدث عن زيارة بايدن أيضا إلى بروكسل، هل هناك أي دقة في هذه الأخبار؟ بالفعل مسؤول من البيت الابيض، مسؤول رفيع المستوى، كان يتحدث اليوم لعدد من الصحفيين في البيت الابيض عن ان جو بايدن يخطط للسفر تحديدا الى بولندا وبلجيكا خلال تلك الفتره، تلك الزيارات اعتقد بشكل مباشر لزياده الدعم الامريكي للجانب الاوروبي وخاصه الدول التي تقع شرق حلف شمال الاطلسي والمواجهه لمنطقه الصراع في اوكرانيا بشكل مباشر، وبالتالي تلك الرسائل مباشره. اعتقد همام تابعنا على مدار هذا الاسبوع زيارات لانتوني بلينكن لتلك الدول صحيح. عقب ذلك كانت هناك زيارات لكاملا هاريس نائبه الرئيس الامريكي، وبالتالي تواجد امريكي مكثف في الجانب الاوروبي وتحديدا في الدول الشرقيه، هدفه بشكل واضح اعلان باننا موحدون مع الجانب الاوروبي ونقف مع حلفائنا من حلف شمال الاطلسي ضد اي رصاصه سيتم اطلاقها
من الجانب الروسي تجاه حلف دول حلف شمال الأطلسي، خاصة أن جاك سوليفان قالها أمس، قال إذا أطلقت روسيا رصاصة واحدة على الدول حلف شمال الأطلسي سيتم الرد عليها بشكل مباشر. كريم، أنا سألتك قبل يومين لماذا تتعامل الولايات المتحدة وفق قناعاتها بالمؤونة العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا بأن طائرات ميج 29 ستعتبر صراعا روسيا أمريكيا أو روسيا مع الناتو بشكل مباشر، بينما ستينجر وتشالنجر وجافلين لا تعد كذلك. بالأمس كان حديث ديمترو كوليبا، كل ما طرح أو قدم من جانب الولايات المتحدة برفض تزويدنا بميج 29 أو أي طائرات مقاتلة ليس مقنعا بالنسبة لنا، نحن لا نفهم لماذا لا نزود بهذه المقاتلات. حتى الآن يعني أعتقد التصريح الأهم الذي خرج كان عن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بعد حديثه بشكل مباشر مع نظيره البولندي، وذكر له بأننا غير متحمسين لتلك الفكرة أنها بشكل مباشر ستساهم أو ممكن أن تتسبب في حرب عالمية ثالثة. وبايدن اليوم أعلن بأن خيار تواجد الجنود الأمريكيين على الأراضي الأوكرانية والتسبب في حرب عالمية ثالثة هو ليس يعني لا يؤمن او ليس شيء جيد للامن الخاص بالامن الاستراتيجي الامريكي، وبالتالي تلك التصريحات التي تخرج متعلقه بعدم زياده التصعيد من الجانب الامريكي والجانب الاوروبي، وتلك الفكره التي خرجت عن الجانب البولندي للعلن او للاعلام لا يحبذها الجانب الامريكي لانها قد تتصدر في تصعيد اخر من الجانب الروسي، خاصه وان فلاديمير بوتين اعلن بان اي دوله ستساند القوات الاوكرانيه على المستوى اللوجستي ستعتبر مشاركه في هذا الصراع. وبالتالي اعتقد بشكل كبير ان الدول الكبرى في حلف شمال الاطلسي ترفض بشكل قاطع تواجد قوات عسكريه لها في مواجهه مع القوات الروسيه حتى لا تتسبب في حرب عالميه ثالثه، رغم ان الرئيس زيلنسكي سيظهر يوم الاربعاء القادم في الكونغرس الامريكي بالمناسبه في خطاب عبر تقنيه الفيديو، وبالتاكيد سيطلب من المشرعين الامريكيين هذه المره الثانيه بالنسبه له هو حظر الاجواء الخاصه الاوكرانيه واسقاط الطائرات الروسيه وايضا ارسال طائرات للجانب الاوكراني، وايضا سيطلب امر اخر هماما انت احمد طالب باغلاق الموانئ الامريكيه امام الدواخر او امام السفن الروسيه. طيب دعني اعود مره اخرى الى المؤتمر الصحفي الذي كان في البنتاغون وما اشرت اليه وانا منذ قليل عندما صدر هذا التصريح من ان الضربات الجويه الروسيه لن تعطل الامدادات العسكريه الامريكيه الى اوكرانيا. هل يمكن ان نقرا ان نفهم من هذا التصريح تغير نوعي في ماهيه المساعدات في انواع المساعدات العسكريه التي يمكن ان تقدم إلى أوكرانيا على سبيل المثال صواريخ باتريوت؟ بالتأكيد هناك تغير همام، ويعني اليوم جون كيربي تحدث عن التغير المتعلق بإرسال مسيرات يعني الطائرات الدرون بشكل أوضح، يتم الاستعانة من دولة أخرى أوروبية لإرسال تلك الطائرات إلى بواسطة أمريكية لإرسال تلك الطائرات للجانب الأوكراني لأهميتها في المعارك المتعلقة بالمدن، لأن المعارك النظامية بين الجيوش مختلفة أعتقد بشكل كبير، كلما تتقدم الجيوش الروسية أو القوات الروسية داخل المدن الأوكرانية تختلف طبيعة المعارك عن الغابات. كان هناك أصلا اتهام روسي قديم في يوم العملية الثاني تقريبا كريم بعملية تحرش عسكري حدثت في بحر أزوف، كانت زوارق أوكرانية هاجمت بارجة حربية روسية وروسيا قالت أنها كانت في معية أو بصحبة بعض الدرونز الأمريكية أو الطائرات المسيرة من دون طيار، الولايات المتحدة ساعتها نفت لو تذكر ذلك. وهناك أيضا يعني حادثة تتعلق بهبوط أو إسقاط طائرة مسيرة روسية في زغرب العاصمة الكرواتية، كانت تحمل قنبلة أو قذيفة تم سقوطها في العاصمة الكرواتية. يعني وزير الدفاع الكرواتي ذكر بأن يجب على قيادات في حلف شمال الأطلسي التصرف في هذا الأمر لأننا على الحدود مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا وعلى الحدود على الضربات الخاصة الروسية، خاصة بعد عمليات القصف المكثف على الجهات الغربية الأوكرانية المواجهة لبولندا وسلوفاكيا خصوصا بالطبع بولندا. بالتالي أعتقد بشكل كبير أحمد أن هناك تطور في التسليح الخاص من الولايات المتحدة ومن الجانب الأوروبي للقوات الأوكرانية، ولكنها ثابتة عند أو تعتمد بشكل رئيسي على يعني تسليح الدفاع الجوي الذي
يعني هو معتمد على صواريخ جافلين المضاده للمدرعات وصواريخ ستينجر المضاده للطائرات بجانب عدد كبير من الاسلحه الخفيفه، ولكن جون كيربي لم يوضح اي اسلحه اخرى سوى فقط علق يعني التعليق الجديد او تطور جديد متعلق بطائرات الدرون، ولكن لم يوضح اي اسلحه اخرى ولم يوضح كيفيه ارسال تلك المساعدات. وهذه نقطه مهمه، كيفيه ارسال هذه المساعدات بعد ضربات استهداف القوات الروسيه للجزء الغربي الاوكراني. كنت اذكر ذلك بعد استهداف القوات الروسيه لمنطقه يافوريف التي كانت يتواجد فيها مطار عسكري، وبالتالي القوات الروسيه ربما تستهدف كافه المناطق التي من المحتمل ومن المرجح ان تفد اليها وتصل اليها المعدات العسكريه الامريكيه والغربيه بشكل عام. دعنا اتحدث كريم عن الموضوعات والعقوبات الاقتصاديه. مؤخرا منذ يومين ربما كانت هناك حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على بعض الأثرياء الروس وعلى حظر بعض المنتجات الكحولية والمأكولات البحرية وما إلى ذلك. ما الأوراق المتبقية اقتصاديا في يد الولايات المتحدة؟ هل ما تبقى من أوراق من عقوبات اقتصادية أقسى أم أقل قسوة مما تم إقراره؟ أخذا في الاعتبار همام وكريم أن فلاديمير زيلنسكي كان له مطالبة اليوم يقول فيها أن على الولايات المتحدة أن تنظر في الحصار التجاري الشامل وفق هذا التعبير، وصولا حتى إلى تدمير بنية الاقتصاد الروسي بالكامل كما يطالب زيلنسكي من قبل. بالتأكيد السيدة يعني وزيرة الخزانة جانيت يالين تحدثت عن أنه يمكن للولايات المتحدة إبرام اتفاقيات مع دول أخرى في منظمة التجارة العالمية لطرد روسيا من تلك المنظمة، والكونغرس الأمريكي صوت على ذلك وخول المندوب الأمريكي في منظمة التجارة العالمية لطرد روسيا من تلك المنظمة، وأيضا يمكن للولايات المتحدة إغلاق الموانئ الأمريكية أمام السفن وأمام حركة الملاحة الروسية بشكل كامل، والأمر قد يمتد أيضا ليعني جوانب أخرى من العالم بفعل الضغوط الأمريكية على بعض الدول، وبالتالي تلك الخطوات المقبلة يعني عادة قبيل يعني تعودنا على مدار الثلاث أسابيع الماضية أنه يتم بداية تصريحات من أعضاء من الإدارة الأمريكية بتهديدات متعلقة بعقوبات معينة، وبعدها بيومين أو ثلاث أيام يخرج الرئيس الأمريكي جون بايدن ويذكر بتقرير عقوبات معينة. حدث ذلك قبل تقرير قطع الواردات النفطية، حدث ذلك قبل يعني قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، وبالتالي بشكل كبير أعتقد أن هذا هو التصعيد القادم بالنسبة للعقوبات على روسيا، وخاصة أن يعني هناك إحصائية أمريكية ذكرت بأن هناك 350 شركة أجنبية خرجت من السوق الروسية حتى الآن، وقد يتجاوز يعني عدد الموظفين الذين تم يعني فقدوا وظائفهم إلى نحو 600,000 موظف حتى الآن في الاقتصاد الروسي. بشكل كبير هناك يعني صراع اقتصادي قوي، تلك الحرب تعتمد بشكل كبير على الصراع الاقتصادي، يعتمد الجانب الأمريكي على إضعاف روسيا اقتصاديا حتى يؤثر ذلك على يعني قوة آلياتها العسكرية. السيدة جين ساكي ذكرت أمس بأن هناك تغير في لهجة فلاديمير بوتين في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، بالتأكيد الجانب الأمريكي يتابع مع الجانب الأوكراني يوميا عملية التفاوض، اليوم كانت هناك يعني جلسة مفاوضات جديدة بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي، وغدا ستكون هناك جلسة أخرى، بالتالي الجانب الأمريكي يرى أن العقوبات ربما أتت ثمارها بالنسبة للجبهة الغربية طيب الأوروبية في هذه النقطة كريم من تصريحات مغايرة من الجانب الروسي. الرواية الروسية كانت تقول ورقة الضمانات الأمنية لو أحسن توظيفها واستخدامها من الولايات المتحدة لا تمكنت الولايات المتحدة الروسية تقول من تجنيب المنطقة هذه الأزمة وهذه العملية العسكرية وما إلى ذلك. في المسار التفاوضي ما الذي يمكن أن تسديه الولايات المتحدة من أشكال طمأنة من تنازلات بين قوسين لروسيا حتى يلين الموقف الروسي أكثر من الإشارات التي تتحدث عنها؟ حقا أحمد الأمر تعقد كثيرا بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبعد يعني تهجير يعني أكثر من 2 مليون شخص من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية، وبالتالي المفاوضات الآن ستكون أصعب. إن كانت هناك مفاوضات قبل تلك العمليات العسكرية كانت تتمحور حول كتابات متبادلة بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي حول ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، ويعني اعتبار أن تلك المنطقة أوكرانيا وبيلاروسيا هي دول ليست
يعني تحت استراتيجيات حلف شمال الاطلسي الناتو، وبالتالي منع انضمامها اعتقد بشكل كبير هذا الامر هو ما تسبب في تلك الحرب وتلك المجازر التي تحدث في الاراضي الاوكرانيه. وبالتالي الان بشكل كبير هل سترضخ الولايات المتحده لهذا المطلب وتذكر للجانب الامر يحتاج ربما كريم لجلسات بناء الثقه انجاز هذا الوصف بين الولايات المتحده وروسيا قبل الدخول في اي مفاوضات مباشره على الاقل بين الجانبين، مع الأخذ في الاعتبار أن الكرملين قبل ساعات ربما قال أنه لم يطلب أي محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي، ربما على هامش الأنباء التي تتحدث عن زيارة لبايدن إلى أوروبا بعد أسبوعين ربما. على أي حال كريم مسري مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، ودعني أتحدث معك أحمد في شأن هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية. هذه العقوبات لا تنحصر فقط عن أو من الدول الغربية ولا من الولايات المتحدة فقط، بل أن هناك ضغوطات من الطرفين بالإضافة إلى أوكرانيا على شركات غربية، شركات أوروبية وأمريكية لا زالت تعمل داخل روسيا. وزارة الخارجية الأوكرانية منذ يومين تقريبا أحصت 50 شركة غربية كان على رأسها بنك جي بي مورغان وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى إثر هذا البيان ربما خرج البنك من روسيا أو على الأقل تعهد في خلال أيام قليلة أن يخرج من الأراضي الروسية. سيكون أمر المتعاملين مع روسيا أقرب إلى المعرة التي يجب أن يلاحق صاحبها. التعامل مع روسيا على هذا الوقع يعني كريم يمكن أن نفتح معه نقاشات كذلك في المرحلة المقبلة مرتبطة بالولايات المتحدة الدولة الرأسمالية التي تعلي من قيمة الملكية الخاصة، هذه كان لها تقاليد كبيرة للغاية وكانت يعني صون هذه الملكية وهذا الاستثمار لأصحاب الكيانات الاقتصادية الكبرى من المستثمرين، كان لها قدر كبير من الحصانة دعما للاستثمار ودعما للثقة في التعاملات التجارية وما إلى ذلك. الآن أصبح مستباحا بين قوسين بتحريض من رؤوس هذه الدول الغربية بأن يتم مصادرة يخوت وعقارات فاخرة يمتلكها رجال صحيح. أعمال من الطبقة الأوليغارشية كما تقول الرواية الأوروبية. في أي منطقة في العالم في الدول الأوروبية لكم أن تصادروا هذه المقتنيات، وبالتالي صحيح. هذا أمر يثير دهشة ويثير علامات استفهام حول عن القيم الغربية الرأسمالية التي دائما ما تدعيها الدول الغربية. ظهر ذلك بشكل واضح وبشكل جلي في عند إبراموفيتش ملك نادي تشيلسي في المملكة المتحدة الذي فرضت على أمواله تحفظا من قبل حكومة المملكة المتحدة. بعض المراقبين ربما أو المتابعين أو المحللين الاقتصاديين يقولون أن هناك رأي عام ضد هذه الأموال، وبالتالي يحل لهذه الحكومات أن تتخذ ما تشاء من إجراءات، على الأقل هي اتخذت إجراءات تحفظية لهذه الأموال وليس لها علاقة بالتأميم وما شابه، وبالتالي يمكن أن تعود إليه مرة أخرى إذا ما رفع قضية وإذا ما لجأ إلى المحاكم. على أي حال هذا الرأي العام يعني ذهب إلى الخيار تقريبا الذي كانت تريده سلطات المملكة المتحدة بحتمية طرح أسهم النادي للبيع بالكامل مباشرة حتى يتمكن من المغادرة، لكن حتى شكل التعامل في هذه القضية بالتعامل لكيان اقتصادي كبير أندية كرة القدم في أوروبا يتعامل معها على أنها كيانات اقتصادية أن يتم التعامل بالتجزئة، لك حصة ستأخذها لمعسكر الفريق قبل مباراة ببضعة آلاف من الجنيهات الاسترلينية، وبالتالي التعامل كان فيه قدر كبير من الإجحاف أيا كان وجه الرأي صحيح. في رومان إبراموفيتش أو في إمبراطورياته الاقتصادية. على أي حال هناك ضغوطات شعبية وضغوطات رسمية على الشركات الرأسمالية الغربية عبر القارات وعبر الحدود التي تعمل وتجري عمليات لها في روسيا من الخروج أو للخروج من السوق الروسية، ضغطا على الاقتصاد الروسي الذي قلنا منذ قليل أنه يعاني ربما من كل هذه العقوبات الاقتصادية التي لم تكن متوقعة بحسب المراقبين. ولم ليس حتى بحسب المراقبين، بحسب ردة الفعل صحيح. الروسية لا يبدو التي خرجت من موسكو بالضبط. امبارح حديث وزير المالية يقطع بأن روسيا وإن كانت توقعت ولكل مراقب أن يتوقع أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ستفرض عقوبات، لكن حتى التقديرات الروسية لم تكن تذهب أبدا بأن تتسارع وتيرة العقوبات في كمها وفي المدى الزمن الذي طبقت فيه وفي حدتها أن تصل إلى هذا المستوى. حتى البدائل أصبحت محدودة، يعني كنا نتحدث مع كريم عن الصين عن السوق الصينية ويمكن أن تكون بديلا للسوق الأوروبية، لكن يبدو أن الشركات الصينية أيضا تتخوف من أي عقوبات اقتصادية غربية قد تستهدف هذه الشركات الصينية وربما تقف على الحياد حتى هذه اللحظة في التعامل العسكري والاقتصادي مع روسيا. ذكرت أيضا مع كريم أن نيويورك تايمز أحصت 38 لقاء جمع بين الرئيسين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في الأونة أو منذ توليهما منصبهما، وبالتالي يمكن أن تكون هناك علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، على هامش أيضا الزيارة الأخيرة لبوتين لبكين. مستوى الدفء في العلاقة الروسية الصينية في السنوات الأخيرة كان كبير ولافتا للغاية، لكن حجم الضغوط ووزير المالية بالأمس وزير المالية الروسي قال أن حتى الاحتياطات التي نمتلكها باليوان
بات علينا من الصعب أن نتعامل حتى عليها بحكم الضغوط المفروضة على الصين، والموقف مأزوم من زوايا مختلفة وصولا حتى إلى التقديرات التي كنا نتحدث فيها مع حسين شيك مراسلنا من موسكو، بأن هناك حديث بدأ صوته مسموعا أكثر من أي وقت مضى حول عجز محتمل للاقتصاد الروسي عن سداد الديون المستحقة أو الديون التي يفترض أن تسدد في هذه الآونة، والأمر سيكون مكلف وسيعود حتى بالذاكرة الروسية إلى عام 1998 صحيح. عندما أخفق الاقتصاد الروسي في أن يسدد ديونه في ظرف سياسي واقتصادي كان مغيرا تماما لما هي عليه روسيا، وحتى قدرة الاقتصاد الروسي حينها كان مغيرا وكان مختلفا تماما. في جانب من هذه الصورة أيضا تنعكس كل هذه العقوبات كما نرى في أسعار النفط، وصل ربما تجاوز 106 دولارات وصحيح أقل مما كان عليه منذ أيام قليلة، لكن على كل حال هو أعلى بعشرة دولارات على الأقل منذ بداية هذه العملية ومع العسكرية. ومع وصول أو مع ملامسة سعر برميل النفط حاجز 80 دولارا للبرميل، جو بايدن كان يتعامل مع هذا السعر على أنه مرتفع للغاية صحيح. وهذا لا يمكن قبوله، وكان هناك نداءات مستمرة لأوبك بلس بأن تعيد النظر في سياسة قفل الإنتاج أن يصل إلى 140 دولار صحيح. والحسبة الداخلية للمستهلكين المحليين أن يجاوز سعر الجالون أكثر من 4.5 دولارات وصولا في بعض المناطق إلى 7 دولارات، هذا أمر مكلف للغاية على مستوى ميزانية المستهلكين. النقطة الإيجابية إن أردنا التقاط بعض النقاط الإيجابية أن في الأونة في اليومين الأخيرين معظم السلع انخفضت أسعارها، كما البترول والقمح وأيضا المعادن ربما التي تستخدم في الصناعات انخفضت، لكن لم تنخفض بذلك القدر الذي كانت عليه قبل هذه العملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي، وبالتالي هناك أزمة عالمية، أزمة تضخم عالمي تضاف إلى الأزمة التي كانت موجودة أصلا صحيح. عقب أزمة كورونا سلاسل التوريد العالم كله كان بدأ يتهيأ لموجة تضخمية، لكن صندوق النقد الدولي كان يتحدث وحتى كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كانت تشير إلى أن هذا العام أيضا على العالم أن يتهيأ لتسجيل معدلات تضخم أكثر اتساقا مع المعطيات التي كانت قبل هذه العملية العسكرية، وما فاقم الأمور الاقتصادية سوءا على مستوى حتى توريدات سلع استراتيجية. ذلك ربما يمس أيضا المواطن في إفريقيا تحديدا، الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي عقب القمة الأوروبية منذ 3 أيام أعلن بشكل واضح أن بعض الدول الأفريقية وخصص هذه القارة عندما قال قد تعاني من مجاعة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في العالم في تبعات لهذه الحرب أو العملية لكن العسكرية. لكن لكن في أوكرانيا مثلا العالم كله يستنفر لكي يقدم وسائل دعم مباشرة وحقيقية على مستوى المؤن الغذائية، على مستوى الأدوية، على مستوى الدعم التقني، على مستوى مخصصات وميزانيات المساعدات التي تقدم بسخاء، لكن في إفريقيا يتعامل معها كما لو كنا مراقبين. ستعاني إفريقيا، ماذا ستفعل مع معاناتها؟ لا شيء. سيزيد عدد الجوع في القارة، ماذا سنفعل معها؟ لا شيء. قد تعاني حتى من ظاهرة ازدياد الأنشطة الإرهابية في بعض المناطق في الخواصر الرخوة لدول في إفريقيا، ماذا سنفعل معها؟ يعني نحن والنفوذ الفرنسي كبير في هذه المناطق، وبالتالي ربما يفسر اهتمام الرئيس الفرنسي بذكر إفريقيا في هذا المؤتمر الصحفي، ربما هو المسؤول الأعلى في العالم الذي يتحدث بشكل واضح عن إفريقيا وربما معاناة إفريقيا مستقبلا من أو على خلفية هذه العملية العسكرية فيما يتعلق بأسعار الغذاء كما يعاني منها بشكل واضح. هو يواجه بعض التغيرات في مواقف دول إفريقية تغيرت حكوماتها على حال. هذا حديث آخر صحيح. حمام انتهى هذا الجانب من هذه التغطية. حمام مجاهد شكرا. إذن مشاهدينا الأعزاء كما قال أحمد هذا الجانب من التغطية هذه الزاوية انتهت في هذه اللحظة. على رأس الساعة ستكون هناك نشرة إخبارية مفصلة وسنلتقيكم مرة أخرى بعد الساعة بعد ختام هذه النشرة. شكرا. إلى اللقاء.